الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. غادي نتكلموا في هذه الحلقة على أحد قيادة قبيلة سمرة، القائد محمد بن فايدة. وشكون هو هذه الشخصية هذه؟ لكن قبل ما نتعرفوا عليه، دعموا قناتكم بالاشتراك ووضع لايك. القائد محمد بن فايدة قائد ولاد سيدي رحال بقلعة السراغنة، واللي كان في عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي، ولقب بن فايدة التي تنسب لها هي إحدى جداته، وهو من نسب حسني كان حذر من الوالي بويا عمار بن عبد العزيز بن سيدي رحال دفين زمرع. اشتغل في عهد السلطان مولاي الحسن الأول مشرف على فلاحة المخزن متملات، كما أشرف على الساقية السلطانية وتسييرها. عرف حسن سيرته وكفاءته وازدادت حظوظه، كما تعاطى التجارة بين مراكش وفاس واستعمل فيها وسطاء يهود، وربط علاقات صداقة مع قادة قلاوة وآل محمد الصغير السرغيني بقلعة سراغنة. وتم تعيينه قائد سنة 1907 من طرف السلطان مولاي عبد الحفيظ ضمن قيادة جدد بسراغنة وزمران، بحال القايد رحال بن القتيدة والقايد رحال بن بوشعيب الخيراوي والقايد محمد يعقوبي، وكانوا جميع مؤيدين للبيعة ديالو. وشرع بن فايدة في تنظيم وتعيين الشيوخ والأوان ديالو، ومنهم أخوه الفضالي خليفة له، إلا أن قيادته لم تعمر طويلا، حيث قام ضده ولاد سيدي رحال وقتلوه بعد مهاجمته في داره قرب تملات. وفي نفس السنة نصيبه 1907، ولعل ذلك بسبب بقاء جلهم وفيا لبعث السلطان مولاي عبد العزيز، وهو ما جعل مولاي عبد الحفيظ يمكث شهر في منطقة زمران والسراغنة لمؤاخذتهم على عنادهم اللي واجهوا بقادة قلاوة منذ عام 1903 ميلادية. المصدر المعلمة دكتور الحسن شوقي. أحبائي، حتى نتلقى في حلقة قديمة بحول الله مع قوته، خالص التقدير والاحترام.